عاجل تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنانة دلال عبد العزيز، بننشر لحضركم التفاصيل. وعاجل قرار من الرئيس بشأن حكومة مصطفى مدبولي، وبتوجيهات عاجلة من الرئيس السيسي مصر ترسل طائرات هليكوبتر إلى اليونان، وتفاصيل مثول محمد حسان أمام محكمة جنايات أمن الدولة اليوم. في البداية يعني عاوزين نقول البقاء لله في الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، ربنا يرحمها يا رب ويصبر أهلها. وقبل ما نخش في الأخبار عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده، مهم إن شاء الله عشان تجيلك الأخبار أول بأول، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل لأكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وبتوجيهات عاجلة من الرئيس السيسي مصر ترسل طائرتي هليكوبتر إلى اليونان. أعلنت السلطات المصرية إقلاع طائرتي هليكوبتر شينوك مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة اليونان في إخماد الحرائق بغابات اليونان. متحدث باسم القوات المسلحة المصرية قال إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التي تتعرض لها. وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت طائرتا هليكوبتر شينوك مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليوناني في إخماد الحرائق في الغابات اليونانية. ويأتي ذلك في إطار الدور الرائد الذي تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة في مجابهة المحن التي تتعرض لها. مصدر معنا كان من RT، يعني ربنا يا رب يلطف بالبلاد جميعا من الحرائق الموجودة ويحفظ البلاد جميعا، وربنا يعني يحفظ البلاد اللي عاوز لنا الخير، اللي مش عاوز لنا الخير ربنا ان شاء الله ما ينجحه. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وبمناسبة الفنانة دلال عبد العزيز، تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة الفنانة دلال عبد العزيز. توفيت الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل عن عمر 61 سنة لترحل برفيق كفاحها وصديق رحلة عمرها الفنان سمير غانم، الذي توفى في مايو الماضي في صدمة للوسط الفني، وابنتي الفنانين الراحلين دنيا وإيمي سمير غانم. وكان آخر ما قدمته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قبل إصابتها بالوباء هو مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في رمضان بمشاركة الفنان عمرو سعد ومصطفى شعبان، لتدخل بعد ذلك المستشفى في إبريل الماضي. آخر ما طلبته الفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها وكان آخر ما طلبته الفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها بأيام قليلة هو سماع صوت الفنان عمرو سعد، حيث ذكر الفنان يوم الخميس الماضي أن دلال عبد العزيز طلبت من حسن الرداد التحدث إليه وسماع صوته قائلا: طلبت من حسن تكلمني وتسمع صوتي، وحسن قال لي هنحط السماعة جنبها وأنا بكلمها شالت الأكسجين وكانت بتنهج وبتتكلم بصعوبة وكانت متأثرة جدا، لكنه حس انها بدأت تتكلم. وبعد يومين فقط رحلت الفنانة دلال عبد العزيز متأثرة بإصابتها بسبب الوباء، وذلك بعد صراع طويل مع هذا المرض. رحلت الفنانة دلال عبد العزيز دون ان تعلم بوفاة سمير غانم، ولم تعلم الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها ورفيق عمرها الفنان سمير غانم حتى لحظة موتها، إذ منع الأطباء عنها هذا الخبر خوفا من تدهور حالتها الصحية التي كانت بالفعل يعني متدهورة، وشهدت تحسنا طفيفا للغاية في أيامها الأخيرة لترحل تاركة حزنا كبيرا في قلوب الشعب المصري بأكمله. ربنا يرحمها يا رب ويرحم الفنان الكبير سمير غانم ويصبر أهلهم، وخصوصا يعني بناتهم دنيا وإيمي سمير غانم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتفاصيل مثول محمد حسان أمام محكمة جنايات أمن الدولة اليوم. محمد حسان القطب السلفي هيكون أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالدائرة الخامسة إرهاب
والتي تنظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش إمبابة، حيث طلبت المحكمة في الجلسة السابقة حضور حسان لسماع شهادته. وكان الشيخ محمد حسان تغيب في جلستين ماضيتين عن حضور محاكمة 12 متهما في قضية خلية داعش إمبابة، وذلك بسبب ظروفه المرضية، بينما أكد الداعية السلفي لدفاعه أنه سيحضر في الجلسة الثالثة المقرر عقدها اليوم للإدلاء بشهادته تنفيذا لقرار المحكمة باستدعائه. وتأتي شهادة الداعية السلفي حسان بعد حالة الجدل التي أحدثها الشيخ محمد حسين يعقوب بعد إدلائه بشهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بداعش إمبابة. وظهر الشيخ يعقوب في الجلسة السابقة المنعقدة يوم الثلاثاء 15 يونيو الماضي على كرسي متحرك، وذلك لاستدعاء المحكمة له للإدلاء بأقواله. وجاءت شهادة محمد حسين يعقوب بأنه ليس داعية سلفي، وأنه يخاطب عامة الناس ولا يختص فئة معينة منهم، بينما وجهت المحكمة له سؤالا ما هو الفكر السلفي. جاء رد الداعية أنه يوجه هذا السؤال لدعاة الفكر السلفي، فهم يقولون إن السلفية هي الكتاب والسنة، والسلفيون لهم منهج وفكر، أما عني فأنا أدعو لكتاب الله وأعمل صالحا فقط. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم أنهم في الفترة ما بين 2015 وحتى 2017 تولوا قيادة جماعة إرهابية داعش، والتي تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وانضموا لها وحازوا أسلحة وذخيرة، وروجوا لأفكار تنظيم داعش الإرهابي، كما التحقوا بمعسكرات التدريب الخاصة بها في سوريا. مصدر معانا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر آخر وعاجل قرار من الرئيس بشأن حكومة مصطفى مدبولي. كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه توجد تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بهدف تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها، وتنفيذا لذلك تم عقد اجتماع مع عدد من كبار رجال الصناعة للعمل على تحقيق هذا الهدف لخفض فاتورة الاستيراد. عقد مدبولي اجتماعا بشأن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومجموعة من رجال الصناعة. وفي الاجتماع قال رئيس الوزراء: ملف الصناعة يحتل أولوية قصوى على أجندة أولويات عمل الحكومة، إذ نعمل على حل المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.